اليو ديانج هيمشي فعلا زي ما بيقولوا؟ قالوا اليو ديانج هيمشي، وقالوا 8 كام؟ 8 مش عارف ولا 9 مليون حاجه كده رقم. انا قلت لك بقى يعني ارقام كتير على فكره. دي حاجه حلوه ان يجي لك طبعا عرض. طبعا يعني دي حاجه حلوه. يعني حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه وما تتكسفش انها تقولها على طول. بس في رولز عندك في النادي. لو جال عرض زي كده هتناقشه مع المدير الفني، احتياج الفرقه ايه؟ هل في احتياج شديد قوي للفرقه؟ وبعدين لو المدير الفني قال لك لا ممكن يبقى في استمراريه، خلاص الملف جاله ولا ما جالوش؟ ما جاليش حاجه رسمي خالص خالص، ما جاليش حاجه رسمي خالص. ومنها مثلا على سبيل المثال الكهرباء مثلا. تمام، اصل الكهرباء ماشي، اصل الكهرباء قاعد، اصل الكهرباء ما اعرفش الراجل الحقيقه اتكلم، اصل الكابتن الخطيب اداله 1000 دولار هديه. هو اللي حصل في الموضوع ده ان احنا كنا قاعدين بنتفرج على الكابتن الخطيب جنب بعض في التمرين. وبعدين في هو عمل اسبوعين تمرينات رائعه جدا، عشان كده الراجل كان اتكلم عليه كويس هناك. اتكلم عليه الحقيقه معاك. لا وهناك كمان قدام اللعيبه كلهم اتكلم عليه كويس، قال له انت بتتمرن كويس قوي وانت بتنفذ اللي انا عايزه ودي حاجه حلوه جدا. فاحنا قاعدين في اثناء التدريب في كره جت للكهرباء كده، فكان الخطيب قال لي لو يعملها كده عملها، راح عاملها كده. تمام، فقال لي بص شفت، احنا لازم نديله حاجه مكافاه، يعني حاجه رمزيه يعني. يعني حاجه ان احنا متابعينك حاجه يعني كده. فهو الواد ما صدق اصلا. قال له انا مش عايز حاجه، انا عايز حاجه بس حضرتك تكتب لي عليها. وكانت 20 دولار كتب عليها كابتن، 20 دولار كتب عليها الكابتن. يعني قال لك 20 دولار الكابتن كتب عليها، قال لك 1000 دولار و2000 دولار و3000 جنيه. هو لو 1000 دولار هسيبه انا هخصم منه 1000 جنيه لو 1000 دولار هسيبه. فالناس عملت عليها قصه. عليه قصه يعني. فعادي يعني في اوقات، في اوقات انت برضو بتاخد الاخبار دي. على فكره برضو انا من انصار ان طالما الداخلي مستقر ما عنديش مشكله خالص في اللي بيحصل خارجي خالص يعني. واكتر واحد يحس بالداخلي مستقر ولا انت؟ يا مظبوط. محمد مجدي قفشه نفس الكلام. ما عنديش حاجه والله خالص، ما عنديش حاجه خالص رسمي. ولو في حاجه حلوه هنقولها يعني، لو في حاجه كويسه قوي تفيد النادي وباسم النادي ومكانه النادي وبرضه يبقى اللعيب مستفاد فيها بشكل كويس قوي، ايه المانع؟ لو كان في موافقه فنيه وبعد كده تطلع لجنه التخطيط ومشرف على الكوره وكده يعني. تاخد اللفه بتاعتها. تاخد اللفه بتاعتها الطبيعيه يعني. كهربا برضه في وقت من الاوقات اتقال ان هو جاي له من السعوديه اعتقد. نفس الكلام انا بقول لك. ما جالكش حاجه رسمي؟ لا انا بتكلم. ما عنديش حاجه رسمي خالص لاي حد. لاي لعيب. ما عنديش اي حاجه رسمي لاي لعيب. امال يا كابتن الحاجات دي يعني بتطلع ليه؟ او ازاي؟ بتطلع لان انت الاهلي في وضع طبيعي جدا، الناس كلها تتكلم. انت انا عارف ان في ناس مطالبه ان كل ثانيه يبقى في خبر. ده شغلهم يعني. زي ما قلت لك يعني مفيش مشكله. الاعارات يا كابتن مش بزعل من حد يعني على فكره. حتى لو بيقول خبر وحش حتى عليا شخصيا يعني. الاعارات يا كابتن سيد الفتره اللي فاتت اثبتت نجاحها وبشكل كبير جدا. طبعاً. هل من الممكن ان احنا نشوف لاعبين تم اعارتهم يرجعوا النادي الاهلي تاني خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا. ما هو محمد شريف كان نتاج محمد شريف ايه؟ ولا طبعا يعني الحقيقه الواحد برضو يعني من الحاجات اللي محمد شريف من ساعه ما جبناه من دجله في يناير 2019، جبناه في يناير 2019 2018 يعني كان عنده حاجه بتقول ان هو برضو حد من الناس اللي هتبقى حد عالي قوي. لكن كان مهم ان هو يتقل شويه، كانت فرصه لعبه اقل. بشكر حلمي طولان الحقيقه برضو يعني بالشيء يذكر يعني الحقيقه. مدرب كبير وراجل محترم. طبعا كابتن حلمي طولان عمل مع محمد شريف شغل كويس قوي. واداره انبي كمؤسسه وكمنظومه حاجه على اعلى مستوى. فالتجربه اثبتت نجاحها بشكل رائع جدا يعني. في ناس كتير جدا بنبص لها طبعا بشكل كويس ومتابعينها بشكل هايل، زي احمد ياسر ريان، زي محمد عبد المنعم، زي كريم، زي عمار حمدي. ناس كتيره بنتابعها بشكل كويس. هيبقى لهم فرصه. احمد حمدي عبد القادر يعني. ففي ناس كتيره ممكن يبقى ليها تواجد يعني ان شاء الرحمن يعني. من الممكن ان هو يتم حسم الكلام ده امتى؟ زي ما قلت لك مش ممكن. مش وقته دلوقتي خالص. بتتابع. تمام، لكن مش هقول كلام بنفيه بعد نص ساعه. صعب يعني. التركيز كله في السيمي فاينال. بص احنا ما خدناش اللي احنا عايزينه لحد دلوقتي من الموسم. احنا كنادي اهلي حققنا رباعيه، حلو جميل يعني، حاجه تاريخيه جميل. لكن الموسم ده خلي بالك في حاجات مرتبطه بالموسم اللي فات.
يعني انت عندك الدوري مرتبط بالموسم اللي فات شويه، السوبر المحلي مرتبط، السوبر الافريقي مرتبط بالموسم اللي فات، بطوله افريقيا مرتبطه بالموسم اللي فات، كاس مصر مرتبط بالموسم اللي فات. احنا بقى عايزين ناخد الموسم ده، احنا عايزين ناخد بطوله افريقيا الموسم ده، عايزين ناخد بطوله الدوري الموسم ده، تمام، عايزين نحقق حاجه الموسم ده. حلو، كل اللي بنعمله ده جميل جدا ورائع جدا وممتاز جدا، وجهاز فني يشكر عليه وموسيماني يشكر عليه، تمام، لكن احنا عايزين 2021 خدنا فيها السوبر المحلي، لكن هي السوبر الافريقي، لكن هو مرتبط، هو اسمه على فكره 2020، يعني هو القديم، على القديم. احنا عايزين بقى بتاع السنه دي جديد، وده مفهوم لازم يوصل للعيبه، تمام. خدت ثلاث ارباع البطوله الافريقيه، لكن ما حققتش التارجت بتاعي لحد دلوقتي في البطوله الافريقيه. سيمي فاينال حلو وجميل وكل حاجه، لكن ما حققتش بطوله. بطوله الدوري ماشي فيها بشكل مقبول شويه وكل حاجه، لكن ما حققتهاش. يعني ففي حاجات لازم يعني نحققها عشان نحقق الاهداف اللي احنا عايزينها من الموسم.